السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم معي في قناتي أكلة بالمصري. إن شاء الله النهاردة هعمل عصير ليمون، وطبعا عصير ليمون ده حاجة بسيطة جدا، مجرد ليمون سكر مية بتلج بقى عندنا عصير ليمون. لكن في فرق كبير جدا بين اللي بنعمله في البيت واللي بنشربه في المحلات بره، بنحس بفرق في اللون وفي الطعم. وكمان في حاجة مميزة جدا في الليمون بتاع بره، الرغوة الكثيفة اللي بتبقى عليه. أنا هنا معايا 6 ليمونات ومعايا كوباية سكر، وهو ده سر الفرق في الطعم وفي اللون وفي الرغوة. لبن البودرة معايا هنا، 2 معلقة لبن بودرة ولتر مية. أول حاجة هبتدي بيها الليمون، هقشره، هشيل القشرة بالطبقة البيضة اللي عليه، لأن الطبقة البيضة دي هي سبب المرارة اللي احنا بنحسها في الليمون. هحط الليمون ومعاه السكر ومعاه 2 معلقة لبن البودرة اللي هو زي ما قلنا سر الطعم واللون والرغوة. وهخلطه دلوقتي في الخلاط. بعد ما خلطته في الخلاط هنصفيه. ده عصير الليمون بعد ما صفيته، زي ما احنا شايفين لونه والرغوة كثيفة جدا عليه. ادي الليمون بتاع بره بالظبط بنفس اللون والطعم والرغوة الكثيفة اللي احنا بنلاقيها بره. مش هيفرق حاجة خالص، ان شاء الله ما تجربوه هيعجبكم جدا. اللبن البودرة، 2 معلقة اللبن البودرة على لتر المية مع السكر، هو ده اللي عمل لي الرغوة واللون زي ما احنا قلنا. بالنسبة للسكر، اللي بيحب طعمه السكر زيادة هيزود في مقدار السكر اللي انا حطيته، او الليمون اللي بيحبه مزز اكتر هيزود في كمية الليمون. طريقة سهلة قوي بسيطة زي ما حضراتكم شفتوا، والنتيجة ان شاء الله تعجبكم قوي. والسلام عليكم ورحمة الله.